طب دي وفوره يعني. حضرتك الحملات اللي انت عامله؟ لا الحمله دي كانت حمله من مديريه الطب البيطري، كانت حمله هايله جدا من حوالي اسبوعين كده، كان في ضجه اعلاميه كبيره اهو جدا على دي. الحملات اللي انا اشتركت فيها كان في ضجه اعلاميه في وسائل التواصل الاجتماعي، الحقوا المطاعم الصيني بتقدم لحوم كلاب، كان في صور نزلت على وسائل التواصل الاجتماعي لكلاب، مجازر كلاب. للاسف الصور دي مستقطعه من فيديوهات خاصه بموقع فرنسي عن تعذيب الحيوانات في مسالخ الكلاب في فيتنام والصين، هي مش في مصر اساسا، ومره اتقال انها في السعوديه ومره اتقال انها في مطعم خاص هنا في المنصوره. لكن لا، مفيش. فمديريه الطب البيطري بالجيزه نزلت بالفعل حمله تاني يوم على طول، نزل فيها زمايلي وشافوا فتشوا في المطاعم دي وجابوا لحوم غير مطابقه للمواصفات، بس مش لحوم كلاب يعني.